الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم ربهم. السلام على الشهداء، السلام على آباء الشهداء أمهات الشهداء، السلام على الحرائر، السلام على الأحرار الأشرار، السلام على من حضر وحفظنا هذه الروضة الشريفة وهي بقعة من بقاع الجنة. هنيئا لك يا شهيدنا وولدنا وعزيزنا يا شهيد الوطن يا شهيد الإباء يا شهيد العزة والشرف يا شهيد الحرية يا شهيد الدين والعقيدة. السلام عليك أيها الشهيد يا محمود بن مكي أبو تاكي. ها نحن جئنا إلى قبرك وجئنا إلى روضتك الشريفة لنحظى بالسعادة ونحظى بالمغفرة ونحظى بالتوفيق بأن نسير على خطك ونهجك وطريقك الشائك الذي سلكه الأوصياء والأنبياء والأشراف والصلحاء. أتينا بك نحتضن قبرك لا لأجل قراءة الفاتحة ولا لأجل دعوة وجهت إلينا، وإنما هو حق واجب علينا بأن نأتي إليك زحفا حتى على الركبتين. أتينا بك ابني أيها الغالي العزيز لأنك قدمت نفسك وهي أفضل وأكبر جود قدمته، وهنيئا لك. السلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا من قبرك إلى قصرك تعامل بالحور العين. السلام عليك أيها الشهيد وعلى جميع الشهداء وعلى كل من سقط في هذا اليوم الموعود وهو يوم الخميس الدامي. أنت ورفقاؤك ومن ساروا على خطك ولحقوا بربهم الكريم حتى ارتقت روحك إلى باريها. سلام سلام سلام. نحن بقربك وأنت موجود بيننا وأنت حي بيننا. جئنا لا لأجل أن نعزيك ولا لأجل أن نهنيك، وإنما جئنا على أنه واجب علينا بأن نحيي ذكراكم وننهج نهجكم ونسلك طريق الجهاد وطريق ذات الشوكة حتى نحظى ما حفظتم عليه ونحصل النصيب الأوفر من إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. والسلام عليكم أيها الشهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفاتحة.